سكر البتاع ده. هي موجود في الكونكافيتي الفيرودينام طبعا هيد نيك بودي التيل لو خدت فيه كروس سيكشن يبان بالمنظر ده له ثلاثه بوردر سوبيريور انفيريور بوستيريور او ساعات ده يسموه انتيريور. السوبيريور بوردر بيبقى ريليتد لفيزل المحترم هنا ماشي تورشوس كورس رايح لفيزل سبلين اسمه سبلينك ارتري. الانفيريور او الانتيريور بوردر بيبقى له اتاتشمنت مع الليسر اومنت. يبقى هو اناتوميكالي هو موجود الهيد في الكونكافيتي اوف ذا دودينام اجزاء عباره عن هيد نيك بوبي تيل لو خدت فيه كروس سيكشن بيبان بريزمويد او ترانجولر في الشيب له سوبيريور بوردر ثلاثه بوردرز له سوبيريور بوردر انفيريور او انتيريور بوردر بوستيريور بوردر السوبيريور بوردر ريليتد للسبلينك ارتري الانتيريور او الانفيريور بوردر اتاتشد له الليسر مومنتم البوستيريور بوردر فري له تلاتة سيرفيس زي ما حضراتكم شايفين ده واحد ده اتنين ده تلاتة anterior posterior inferior ده الانتيريور من ورا في posterior في سيرفيس هنا مش بوردر ده في سيرفيس اهو اسمه inferior border ده لما باخد فيه cross section relation بالنسبة للهيد ليها relation النك لها ريليشن البودي لها ريليشن بالنسبه للهيد وببساطه هو موجود في الكونكافيتي اوف ذا دودينام الدودينام بيبقى بالنسبه له سوبيريور وتو ذا رايت وانفيريور انتيريور اللي هنا في ايه؟ بيبقى فيها السندنج كولون طالع كده بيعمل حاجه اسمها رايت كوليك فليكشر بيمشي ترانزفيرسلي فيعمل كروسنج على مين؟ على الهيد اوف بنكرياس وده اهم ستراكشر موجود على الهيد اوف ذا بنكرياس لو جينا عند منطقه الهيد وشفت مين اللي وراها بالظبط في المكان ده صح احسن لو اتصور ان انا شلت الهيد ارسم الدودينم اللي ورا الهيد على طول في المكان ده فيزل محترم جدا لا طبعا انفيريور فينا كيفا اللي ورا الهيد مباشرة يبقى اللي ورا الهيد انفيريور فينا كيفا واخد هو القصة كلها وراه وبنازل قدام انفيريور فينا كيفا جاي من هنا ضغط تنزل ورا الساق فيرست بارت دودنم عشان تعمل يونيون مع ضغط جامد البنكرياس دي الكومن بايل ضغط اما اليونيون ده بيبقى جوه البنكرياس جوه الهيدو البنكرياس يبقى الانفيرو فينا كيفا والاثنين رينال فين بدايه الرينال فينز مع الانفيرو فينا كيفا مع التيرمينيشن اوف ذا كومن بايل ضغط ده بوستيريور ريليشن اوف ذا هيد اوف ذا بنكرياس انتيريور اللي قلناه بالنسبه للنك دي نهاية الاستومك دودينام بايلورس لو افترضنا ان هنا الهيد يبقى النك في النقطة دي بالظبط عند البايلورو دودينال جانكشن يبقى لو انا رسمت هيد هنا
النك بتبقى في المنطقة دي، المنطقة دي anterior للهيد من النك. يبقى لو انا مسحت دي وقلت ده البنكرياس والنك هنا في المكان ده بالظبط، مين اللي قدام النك وده بنكرياس؟ البايلور ودودنال جانكشن. فاهمين الكلام ولا لا؟ مين اللي ورا النك وده بنكرياس؟ البايلور. حاجة بتبقى جاية من تحت، اللي جاي هنا شايف حاجة؟ شايف حاجة كده؟ ما انا مش قادر اتحرك عن هنا، مش قادر اروح ورا اكتر من كده. يبقى في وريد جاي من هنا فين؟ بيلتقي مع فين ويعملوا فين؟ ايه اللي انت قاعد تقوله ده بقى؟ ده السوبيريور ميزنتيريك فين وده السبلينيك فين وده البورتال فين. يبقى ورا النيك اوف ذا بنكرياس حاجتين بينتهوا وحاجه بتبدا. مين الحاجتين اللي بينتهوا؟ السبلينيك والسوبيريور ميزنتيريك والبيجيننج اوف بورتال فين. يعني انت عايز تقول باختصار النيك اوف بنكرياس قدامها جانكشن ووراها جانكشن. الجانكشن اللي قدامها بايلور ودودنال جانكشن. والجانكشن اللي وراها التقاء اثنين في دوار وبدايه بورتال فين. ده النك. يبقى قدامها بايلور ودودنال جانكشن وخلفها انتهاء تو فينز وبدايه فين. البودي. البودي اوف ذا بنكرياس اذا بدات بيه، وإذا كان حد فيكم فاكر واحنا بنتكلم على انا شايل من هنا الهيد، كنا بنقول ان هو احد اهم الاستراكشر اللي خلف الاستومك. اذا هو الانتيريور ريليشن له استومك مغطيها كله، ده الانتيريور ريليشن. انما البوستيريور ريليشن انا كنت راسم هنا فيزل محترم كده، ده الانفيرو فينا كيف مش كده؟ وهنا الليفت رينا. يعني انت بتقول ان الليفت رينال هنا كان ورا الهيد، هيكمل ورا مين؟ بادي. ورا البادي. وهيخش هنا على مين؟ على الكدني. وفي كدني فوقها حاجه اسمها سوبرا رينال. الفيزلز اللي انا رسمته ده اسمه ليفت رينال فين. ماشي ورا البادي ولا مش ماشي ورا البادي؟ ماشي. انما هو بدايته كانت ورا الهيد، انما الليفت رينال فين خلفه. لكن مين الوعاء المحترم اللي وراه؟ اذا كان ده الانفيريور فينا كيفا، يبقى جنبه هنا على طول الاورطة. واذا كان ده الاورطة فاحد اهم الاوعية اللي خارجة من الاورطة وتبدأ عند الابر بوردر اوف ذا بنكرياس، حاجة اسمها سيلياك ترانك. وسيلياك ترانك طالع منها وعاء تورشوس كورس رايح للسبلين. وإذا كان ده الأورطة ففي حاجة جنبه هنا اسمها سمباثيتك تشين. وإذا كان ده الأورطة ودي سمباثيتك تشين ففي حاجة هنا، لأن أنا كده عند الليفل أوف L1 في حاجة اسمها خارجة منها الفايبر بتاعة الدايفرام. يبقى دي حاجة اسمها الليفت كروس أوف دايفرام. وإذا كانت دي الليفت كراس ودايفرام وده الدايفرام، يبقى في حاجة كده جاية من الفرتبرال كولام، عضلة محترمة هنا اسمها سوس ميجور بتبقى موجودة وراه. في حاجة كام حاجة كده قلتهم ورا البادي بنكرياس. أورطة. في حاجة ناقصة. أول ما قلت السيلياك، لو أنا مشيت ورا الأورطة مع الأورطة آسف، واول ما اخش ورا البنكرياس بيطلع منه وعاء محترم من هنا، امشي منقط اهو عشان يظهر بعد كده هنا ارتري محترم سوبيريور ميزنتريك ارتري. يبقى بدايته وراه. يبقى في عندي اورطة بتكلم على اللي وراه، لا سيليا ترانك على الابر بوردر. انا ذكرتها بس لانها طالعه من الاورطة على الليفل اوف تي 12، انما اللي خلف البودي اورطة. اوريجين اوف سوبيريور ميزنتريك ارتري ليفت رينال فين؟ سمباثيتك تشين. ليفت كراس اوف دايفرام. سوس ميجر. ليفت كدني. ابر اند بتاعها. ليفت سوبرا رينال جلاند والتيل بتبقى تاتش الهاي لامب اوف ذا سبلين. واضح؟
ما عرفت الريليشن فهمتوها؟ دي الريليشن لمين؟ بادي من بودي. الاسئله اللي بتيجي في القصبي ما بحاطط على الهيد والبنكرياس وبتكلم بقول منشن وان انتيريور اند وان بوستيريور ريليشن، ببقى جايب حاجه زي ده. ممكن اسال على الوان انتيريور او البوستيريور، انا بحط العلامه بتاعتي على الهيد وخلاص، او بحط العلامه بتاعتي على البودي. واي سؤال بساله اللي انا ذكرته الوقت، لو حطيت السؤال كلام على البودي بقول لك اذكر اثنين او ثلاثه بوستيريور ريليشن، الاستراكشر اللي انت قلت عليه بنكرياس، اذكر واحده من الانتيريور ريليشن. في سؤال دايما بنحطه بنقول اذكر الفاسكولار ريليشن، الاستراكشر اللي انت جبته ده ايه هي الفاسكولار ريليشن؟ سؤال بجيبه كده احط مثلا العينه بتاعتي، طبعا كلنا شايفين الهيد اوف بنكرياس او البنكرياس، متهيألي ما فيش مشكله في التعرف عليه، اللي هو لونه اصفر ده، مفهوم كلامه؟ لا، الجزء ده اللي هو عند الدودنوم بيبقى الهيد، ما بجيبش على النك طبعا، صعب. بعد كده بجيب البودي. ايه حكايه السؤال بتاع الفاسكولار استراكشر؟ ممكن احط علامه على الهيد اوف بنكرياس واقول لك منشن تو فاسكولار استراكشر بوستيرير تو ات والاورطة اوريجين اوف ذا سوبيريور ميزنتيريك ارتري ليفت رينال فين. اذكر تو فينز ريليتد تو ذا بوستيرير سيرفيس اوف ذا استراكشر، اتنين فين وراه، اتنين فين وراه. انت قلت لي وان فين واحد بس، انا عارف. مين الفين الثاني؟ الفين الاولاني انا هقطع فيه اهو، اللي هو اسمه ايه؟ ليفت رينال فين. مين الفين الثاني اللي هنا؟ البنكرياس. فيه اتنين سبلينك فيزلز باسمه، سبلينك ارتري وسبلينك فين. السبلينك ارتري اللي هو ماشي في التورشوس كورس على الابر بوردر، اللي هو جاي من انسيليا ترانك، ده ريليتد للابر بوردر. انما في سبلينك فين جاي من السبلين وماشي وراه ستريت من غير اي تعرجات. التعرجات موجوده في السبلينك ارتري، مش موجوده في السبلينك فين، ولذلك يبقى خلف البنكرياس اتنين فينز. مين الاتنين فينز؟ واحد كبير واحد صغير. الكبير الليفت رينال فين والصغير هو السبلينك فين. السؤال الاولاني اللي قلته اذكر فاسكولار استراكشر ريليتد تو ذا بودي، قول لي اورطة، قول لي سوبيريور ميزنتيريك فيزلز، قلت فيزل. لكن ممكن اقول اذكر تو فينز خلفه قلناهم، اذكر وان ارتري ريليتد للاتس ابر بوردر سبلينك ارتري. فهمتوا حكايه الفاسكولار استراكشر ريليتد مع اسئله العمل؟ عشان يبقى غطينا ده وغطينا ده. في الاخر مين البلاد سبلاي اوف ذا بنكرياس ومين الليمفاتيك درينج اوف ذا بنكرياس؟ السؤال ممكن يجي احط علامه على البنكرياس واسالك واقول لك اذكر لي الليمفاتيك درينج بتاعه البودي لو كانت العينه حطت على البودي، او اقول لك اذكر على الهيد لو كانت على الهيد. لو كانت على البودي خلف الهيد، خلف البودي احنا قلنا في وريد ماشي في الخلف هنا كان اسمه ايه؟ في ليمف نودز اراوند ات جايه من هنا، فبتتسمى باسم الاثنين، ده سبلين وده بنكرياس. الليمف نود اللي في الخلف دي اسمها ايه؟ ها؟ باسم الاثنين، بنكرياتيكو سبلينك ليمف نود، ودي تاخد الايه؟ البودي. اما الهيد فالهيد ده قبل ما تقول لي الليمف درينج بتاعته، ودي حاجه مهمه جدا، لازم تقول لي البلاد سبلاي بتاعه. الهيد البودي احنا عارفين مين البلاد سبلاي بتاعه، السبلينك ارتري اللي هو جاي منين؟ سيليا. من السيليا، ده بيدي البودي لغايه التيل، ده السيليا. اما الهيد بيبقى اثنين ارتري بيغذوا الهيد، ارتري جاي من فوق لو مشيت وياه هلاقيه جاي من الهيباتيك، والهيباتيك هلاقيه جاي من السيليا. سوبيريور ده اللي جاي من فوق اسمه جاسترو دودينال، اللي جاي من فوق الاول ده اسمه ايه؟ جاسترو دودينال. من الجاسترو دودينال بيديني ارتري اسمه سوبيريور بنكرياتيكو دودينال، في لينف نود حواليه اسمها بنكرياتيكو دودينال لينف نود. في ارتري تاني جاي من تحت هنا جنب الهيد، بين الهيد وبين الدودينام، ده جاي من الارتري اللي اسمه سوبيريور ميزنتيريك ارتري، اسمه انفيريور بنكرياتيكو دودينال ارتري، ودول بيعملوا انستيموزس مع بعض.
يبقى ده سوبيرو بانكرياتيك ودودينال جاي من الجاسترو دودينال جاي من الهيباتيك اللي جاي من السيليك. انما ده اسمه انفيرو بانكرياتيك ودودينال جاي من السوبيرو ميزنتريك. وفي لينف نود اراوند اسمها بانكرياتيك ودودينال. اذا الليمفاتيك درينج دي مهمه في الكانسر هيد اوف بانكرياس او الكانسر بود اوف بانكرياس، اما انها تيجي عن طريق البانكرياتيك وسبلينيك لينف نود او عن طريق البانكرياتيك ودودينال لينف نود، وكله في النهايه يمشي عن طريق الهيباتيك لينف نود، ومن الهيباتيك لينف نود يروح للهايلم اوف ذا ليفر، فممكن يعمل ميتاستاسيس في الليفر، او عن طريق الفالسيفورم ليجامنت تنتشر الميتاستاسيس، ثم من الفالسيفورم يروح للانتيرو ابدومينال وول، وعند الانتيرو ابدومينال وول ممكن يعمل ميتاستاسيس اراوند الامبليكس. ولذلك الهيد اوف بنكرياس او البودي بنكرياس ممكن الميتاستاسيس بتاعته الاقيها في الليفر، وممكن الميتاستاسيس بتاعته الاقيها في الانتيرو ابدومينال وول اراوند الامبليكس. السؤال اللي لقيته حول الامبليكس جه كيف هنا؟ من الفالسيفورم، اللي معروف ان الفالسيفورم هو ليجمنت بربط الانتيرور سيرفيس اوف ذا ليفر مع الباك اوف ذا مع الباك اوف امبليكس. كلام واضح ولا مش واضح؟ ده الليمفاتيك درينج. طبعا الفينوس درينج هي نفس الاسماء، هيبقى هنا في سبلينيك ارتري، يبقى هنا في وريد اسمه سبلينيك فين. معايا؟ السبلينيك فين لسه قايل في اول الجلسه. السبلينيك فين اللي هو بيدرين البودي اوف بنكرياس بيعمل يونيون مع مين ورا النك؟ مع السوبيرو ميزنتريك عشان يعملوا مين؟ اذا الدرينج اوف ذا بنكرياس بورتال سيركيوليشن. واضح ولا مش واضح؟ الهيد برضه في سوبيرو بنكرياتيك ودودينال فين وانفيرو بنكرياتيك ودودينال فين. الفيرو بنكرياتيك ودودينال فين بيروح للسوبيرو ميزنتريك فين، اما السوبيرو بنكرياتيك ودودينال فين بيروح على الجاسترو دودينال برضه بيروح هيباتيك. بيروح على البورتال سيركيوليشن برضه. اذا البنكرياس كله بورتال سيركيوليشن. بنكرياتيك داكتس. بيرسون داكت او اللي بيسموها المين بنكرياتيك داكت. ادي الهيد اوف بنكرياس، ادي البودي، ادي التيل. في بنكرياتيك داكت تبقى المين بنكرياتيك داكت جواه. دي المين بنكرياتيك داكت. ودي خلف في الهيد بيجي لها داكت تاني. جايه من الليفر اسمها باي كومن باي داكت. يعملوا يونيون مع بعضهم اسمها هيباتو بنكرياتيك داكت. الهيباتو بنكرياتيك داكت تمشي في الهيد. وبعدين هنا هرسم الدودينم وبعدين تخش في البوستروميديال اسبيكت اوف ذا سكند بارت اوف ذا دودينم. تفتح فين؟ في البوستروميديال اسبيكت اوف ذا سكند بارت اوف ذا دودينم. بس قبل ما تفتح بتعمل سويلينج او دايلاتيشن امبولا كده. الامبولا دي اسمها هيباتو برضه هيباتو بنكرياتيك امبولا. ثم تفتح وتعمل في الميوكوزا اليفيشن نتيجه انها عايزه تخش، وفي اخر الخشه بتاعتها تعمل الفتحه بتاعتها اللي بيبقى حواليها سفنكتر اسمه سفنكتر اوف اوبدي. فاهمين حاجه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ الضغط الثانيه بتبقى جايه من الهيد بتاسند ابورد ان فرونت اوف اما الهيباتو بنكرياتيك داك واما ان فرونت اوف ذا كومن بايل داك. ثم تفتح فيه البوستروميديال اسبيكت اوف ذا سكند بارت اوف ذا ديدرام 1 انش اباف وعليها برضه سفنكتر. واضح؟ خلاص خلص. الف مبروك. البتاع اللي اسمها الجول بلادر ده ريزرفوار اوف بايل، وده عباره عن بودي هارتمان باوتش سيستيك داكت هيباتيك داكت كومان بايل داكت بنكرياتيك داكت هيباتو بنكرياتيك داكت سكند بارت اوف ذا دودرام. كل سنه وانتم طيبين. ماشي. دي البودي بتاعها ليها فانس ليها بودي ليها سنم كده اسمه هارتمان باوتش ليها داك اسمها سيستيك داك بتشيل من 50 الى 60 سي سي من الباي. البلاد سبلاي بتاعها شريان بيجي لها اسمه سيستيك ارتري جاي من الهيباتيك، والدرينج بتاعها سيستيك فين
ويروح للهبات مش بورتل بس ازاي الليفر بورتل سيركيوليشن ولا مش بورتل سيركيوليشن بورتل كده هشرح البورتل فين لا مش هشرح لا في له فينك اللي تبع الهبات السيستيك فين بيروح لمين الهبات وبعدين الهباتيك فين ازاي يعني الهباتيك فين بيخش الهباتيك فين كده جاي له بورتال دي زيها زي الليف زي اي جزء في الجي في الجي اي تي لازم تبقى بورتال سيركيوليشن لكن السيستيك فين ده بيروح لفين الهباتيك فين انا الهباتيك فين ميدل رايت حد ذاكر البورتال فين؟ تكون من ايه البورتال فين؟ تكون من سوبيريور ميزنتري فين؟ وسبلينك فين؟ التريبيوتريز بتاعه بينقسم في النهايه الى كام فين؟ رايت وليفت ايه؟ بورتال رايت وليفت برانش هذا الوريد الأوريدة اللي بيسموها تبدأ كفينز وتنتهي كأرتري واحد يقول لي ازاي تبدأ كفين وتنتهي كأرتري في الترمينولوجي بتبدأ بالتقاء تو فينز تريبيوتريز ثم ديفايدد انتو تو برانشز وكلمة برانشز ما بنقولهاش إلا على الأرتريز إلا في البورتال فين طيب ايه التريبيوتريز بتاعته هو شخصيا هو معمول باتنين فين واحد اتنين بينقسم إلى اتنين برانشز بيجي له اتنين تريبيوتريز مين الاتنين تريبيوتريز اللي بيروحوا له انا ماليش دعوه بالتريبيوتريز بتاعت السوبيريور ميزنتريك ولا السبلين دي تريبيوتريز كتير بالنسبه لده سوبيريور بانكرياتيك فينز اول وسهل الرايت جاستريك فين والليفت جاستريك فين بيروحوا فين ايه هباتك دي كل شويه قاعد اسمع هباتك هباتك ده كان رحت لي في هباتك ايه ام هباتك دي في عندي اتنين فين سمعتوا عليهم رايت جاستريك فين وليفت جاستريك فين بيروحوا في بورتال انا حتى في البورتال في البورتال نفسه ولا في الاتنين فين اللي عاملينه ولا واحد في البرانشات دي مش بورتال نفسه ها نفس البورتال مش كده ولا انا غلطان انا عندي اتنين برانش ليفت برانش ورايت برانش ليفت برانش ورايت برانش الرايت برانش ده بيجي له تريبيوتري بيجي له فيناي سيستيك فين مش هباتك بقى لان اي حاجه في الجي اي تي بورتال بورتال سيركيوليشن والجول برادر دي بورتال ولا مش بورتال انا اسف جي اي تي ولا مش جي اي تي ما ينفعش اللي يطلع منها يخش بهبل وعبطه كده على طول على الهباتك ومن الهباتك انا فيرو بنكيف وفيرو بنكيف على الهارت والهارت جنرال سيركيوليشن ده هبل وهطل لازم يخش الاول على البوابه عشان كده سموه بورتال وكلمه بورتال معناها ايه؟ البوابه البابي يخش يستاذن الليفر يشيل الوساخه والقذاره اللي جواه ينظفه يحصل بقى الشغل بتاع الليفر يطلع نظيف يخش على الهباتك ولذلك لما يقولوا بلاد سبلاي اوف ذا ليفر ايه البلاد سبلاي اوف ذا ليفر اللي انتوا درستوه بورتال فين بلاد سبلاي اوف ذا ليفر بورتال فين فين اه وبعدين يقول لك الفينوس درينج اوف ذا ليفر هيباتيك فينز بلاد سبلاي اوف ذا ليفر مصدرين مهمين جدا هيباتيك ارتري وبورتال فين اما البرانش الثاني اللي هو الليفت بيجي له حاجه اسمها بارا امبيليكال فين بارا امبيليكال فين جاي من الامبيلكس عشان الكونكشن عن طريق الفلسفور ماشي على الليور بوردر اوف ذا فلسفور اذا كنت درست فلسفور يبقى ده معمول باتنين منقسم الى اتنين جاي له اتنين وكل واحد من الاتنين جاي له واحد وصلت؟ وصلت طب دكتور فكرت في دونه طيب ماله؟ ما اعرفش مفهوم كلامي؟ انا بتكلم على الحته بتاعت البورتال فين بس.
هو عايز يدخلني في التريبيوتريز للسبليريك والسوبيرو ميزنتيريك. انا لا هشرح ده ولا هشرح ده. انا بتكلم بس على مين؟ على البورتال. البورتال معمول باتنين، مقسوم لاتنين، وكل واحد من الاتنين جاي له واحد وهو جاي له اتنين. مين الاتنين اللي عاملينه؟ بيعملوه فين؟ ورا النيكو بانكرياس. بينتهي فين؟ في الهايلم اوف ذا ليفر. بانقسامه الى اتنين برانشز. بيجي له اتنين فينز، رايت جاستريك وليفت جاستريك. بينقسم الى اتنين برانشز، رايت وليفت. الرايت بيجي له سيستيك، والليفت معايا ولا لا؟ في حاجه بقى اسمها هيباتيك فينز، دي ليست على الخبيه، ده بعيد خالص دي. واضح؟ بس عشان اتحرق دم لما حد قال هيباتيك فين، بس بلاش بقى هيباتيك فين وننساه. نخش بقى في اللي احنا ايه؟ عايزين نعرفه. ما هذا؟ الأسئلة اللي بتيجي فيه بحط حاجة زي كده علشان أسأل على الأبدومينال وول. إذا كنت هسأل على دي يبقى اسمها أنتيرو وول أوف ذا ريكتال شيس. معلش أسئلة. أسأل فيها إيه؟ باجي تحتها وأفرد العضلة دي. عضلة بالمؤهل؟ تحت الشيس دي على طول. ريكتس أبدومينس. ما عنديش هنا في الأنتيرو أبدومينال وول لا أوريجين ولا إنسيرشن ولا سوبرفيشال ريليشن ولا ديب ريليشن. أكشن ونيرفس الله. وكل الابدومينال ماسلز كلهم الاكشن بتاعهم اكشن عبيط. فليكشن بروتكشن فليكشن ولا مش عارف فليكشن مش عارف حزق ماسك والكلام الفارغ ده. انما انا بسال فيها على النيرف سبلاي. بسال فيها على ايه؟ على النيرف سبلاي. والانترسكشنز اللي فيها، فيها كام انترسكشن؟ أربعة أو ثلاثة. معايا؟ اذا لو انا فردت دي وسالت على العضله اللي جوه دي مش شايف حاجة أصلاً. لو سألت على دي يبقى ريكتس أبدومينس. لو سألت على العضلة الجانبية اللي جنبها من غير ما مد إيدي وأحط مجرد علامة عليها من الخارج دي جسمها الأبدومينال أوبليك. لو قلبتها من جوه وسألت من جوه وأنا من غير ما مد إيدي أهي دي ترانزفيرسس أبدومينس. والفايبر بتاعتها ماشية بالعرض أهي. شايفينها كده ولا لأ؟ إيش هذا دكتور؟ واسمع ياض انت تفتح لي مخك، مش كل شويه تقول لي انت بتقول ايه. حركاتك بتاع كل سنه دي لا انا شاب بقالي 13 سنه في الكليه خلاص. اسمع اللي قلته في الاول، راجع الشريط اللي في دماغك وفي شريط شغال اهو ده هيصطادني وانا كل سنه في الحته دي. انت لسه انت لا انت لا انت خلص قربت تخلص خلاص. بقول لك خليهم خد حد خد اخته حطه. اسمك يا عمر؟ انا عارف انك عمر. عمر اكتئب. بص كفايه كده ولا دوس كمان؟ عشان انت عبيط. لا والله بس ما اسمع الدكتور برضو. انت مصر بقى خلاص اسمع. الفايبر ماشيه ترانسفيرس. ماشيه ترانسفيرس. ترانسفيرس ابليكس. ماشيه اوبليكلي. ورا تبقى لك اكسترن. فاهم يا واد؟ اكتئب تاني. يعني كده لو لعبت معاك ساعة في الآخر هتبكي. وأنا كل قصتي بهرج. يا وابل. أيوه. فاهمين كلامي ولا لا؟ يعني دي لو جات لكم تجي لكم فيها إيه بقى؟ إكسترنال أبدومينال وترانزفيرس. بس ما أقدرش أسأل في دي على الإنترن. ما ينفعش. ليه؟ لازم أجيبها في سيكشن في الجنب. فصعب إن أنا أسأل عليها. اقول لك ايه؟ انت عارف انا جاي ازاي؟ ايه الحلاوه دي؟ العينات الجديده والله ما تغلى عليك. والله ما تغلى عليك. عشان اللي جايبها عشان لما امشي تفتكروا لي. الله اكبر. شايفين دي؟ ده من الداخل ولا من الخارج؟ ده صح؟ ده خارج اهو كرشه البومبيه اهي. شايفين العضله دي؟ لا
هي نفسها اللي كنت وريتها لكم لما هي اللي هي دي معايا بتبقى ظاهره من هنا لما اشيل الانتيريور رول فريكتال شيس المبرون على بعضه ده شايفينها ولا لا ويبقى دي الريكتس ابدومينس وده انترسكشن اللي فيها وده الاكسترنال ابدومينال اوبليك مين دي بقى الترانس ميجر بصوا بقى الابنيوروسس ده الابنيوروسس الابيض ده ده الانسرشن اوف ترانسفيرسس اللي هي ماشيه بالعرض دي شايفها اقول تاني هنا ثلاث اسئله بيجوا او ثلاث عينات يا ريكتس ابدومينس في الخلف يا ريكتس ابدومينس من الامام وما تتخضش لما تلاقي جاي من الخلف برضه بسال عليه وما جيش في الخلف هنا وتكتب ترانسفيرسس ابدومينس عشان الدكتور عبد الرحمن وراها لنا من ورا وقال شوف ترانسفيرسس لما تشوف الفايبر ماشيه كده باينه اهي انما بالطول كده تبقى الريكتس حتى لو كانت من الخلف هنا فاهمني ولا يا جماعه عشان ما تلخبطوش فيها تاني واللي مبرومه على بعضها دي مين تكتب كده anterior wall of rectus sheath طب الابيض اللي ورا ده abneurosis of transversus abdominis الفايبر دي external abdominal oblique الفايبر دي بقول تاني المره الاخيره اهو كل الابدومينال ماسلز دول السؤال بيبقى دايما عليهم نيرف سبلاي مين النيرف سبلاي للابدومينال ماسل انتوا تبعكوا الاسبرماتيك لا ده انتوا عندكم مشكله في الجوان كانال ما ينفعش بس في دكتور اللي هو الكانال مع الابدومن اللي هي مع الابدومن الاول مع الجوان الكانال جوان الكانال مع مع الجوان الكانال اذا جبت عينه زي دي وحطيت اله زي دي في المكان ده كده دي تيستس ده سبرماتيك كورد اللي دخلته من هنا لو بصيتوا من هنا هتلاقي بقيه باقي الاله ظهرت من هنا معايا المسار ده مسار مين دي ايوه ممكن لا لو انت عايز تقول لو هنا يبقى سوبرفيشال انجوينال رينج ايدنتيفاي ذا رينج طالما ما تحاولش تبص عليها لو انت من الخارج وبسال على رينج هنا يبقى سوبرفيشال لو جيت من الداخل وعملت علامه عليه من الداخل تبقى دي لو انا قلت لك ايدنتيفاي ذا ستراكشر انجوينال كانال طيب ايه الاسئله اللي بتيجي على انجوينال كانال حاجتين وولز كونتينس انا بكتب لك الوول بقول لك منشن الروف اوف ذا ستراكشر ماركت از اكس انت قلت اسمه انجوينال كانال بقول لك انا اذكر الروف مين الروف بتاعها؟ جميل الارشد فايبر اللي معموله بمين ومين؟ بالايه؟ الترنال والترانسفيرسس مين الفلور بتاعها؟ الريفليكشن بتاع الانسيرشن اوف اكسترنال ابدومينال اوبليك اللي هو الانجوينال ليجامنت مش كده ولا لا؟ مين الانتيريور وول ومين البوستيريور وول؟ اذا باختصار انا عايز اقول ان لو جت انجوينال كانال اجهز نفسي روف او فلور او انتيرو او بوستيرو في السبوتنج او في عينات الشغل العملي بسال على واحده منهم مين اللي مين الانتيرو رول للكنال دي انتيرو وول هي الريفلكشن اللي راس ها والله شكلك اسمه مين الانتيرو رول اكسترنال ابنيوروزس اوف ذا اكسترنال ابدومينال اوبليك واخده الكنال من اولها لاخرها زي الانتيرو وول في حاجه تانية معاه اوريجين اوف انترنال بليك في تاني حاجه معاه ايه يا ابني انت ايه يا ابني انت هو في ايه في ايه يا جدعان مين البوستيريور رول اوف ذيس كانال؟ ها؟ لسه باقي دكتور مين الانتيريور؟
مين الانتيرو هول؟ نيروسس. هو الابي نيروس على الاكسترا ابدومينال بليك واخد الكلام الاول على الاخير. في حاجه ثانيه ماشيه معاه؟ اوريجينال لاترال. اوريجينال اوريجين بتاعت مين؟ انترنال اوبليك. يبقى الكنال انتيريور عضلتين، عضله واخده الكلام من اولها لاخرها وجزء من عضله واخد اللاترال بتاعها. باختصار هتكتب حاجتين: اوريجين اوف انترنال ابدومينال اوبليك، ابي نيروسس اوف ذا اكسترنال ابدومينال اوبليك. طب من الخلف مين اللي وراها؟ كونجوينت تندون فاشيا ترانسفيرسالس. كونجوينت تندون فاشيا ترانسفيرسالس. وتتميز الانجوينال كانال، ما اعرفش تعرفين الكلام ده ولا لا، ان ليها انتيريور وول سترونج وليها بوستيريور وول فيري ويك ورا فاشيا ترانسفيرسالس. وليها نصين الكانال كده بقسمها نصين، نص لاتر نص من ورا. النص الميديال بتاعها قوي جدا لان خلفه الكونجوينت تندون. ومن حكمة ربنا ان الكونجوينت تندون قدامه من قدام خالص السوبرفيشال رينج، والحتة الضعيفة في الكنال اللي هي فيها فاشيا ترانسفيرسالس قدامها من قدام خالص الاوريجن بتاع الانترنال والاكسترنال. عارفين الكلام ده؟ ده انتوا فلة. ما علينا. يبقى انا عندي دلوقتي انجوينال الكنال ليها انتيرير وول عرفناه، ليها بوستيرير وول عرفناه، اللي هي بيسموها الكومبنساتوري ميكانيزم. مش ممكن يحصل هرنيا نتيجة واحد بيحزق هنا فيتطلع منه الهرنيا؟ بيحصل ولا بيحصلش؟ يسألك ويقول لك. لا محدش هيسألك، حد بيسأل ليه الهرنيا ما بتطلعش من السوبرفيشال رينج؟ أو إيه الميكانيزم اللي ربنا بتطلع في حالات، لكن في الغالبية فيكم وشبابكم كده ربنا يديكم الصحة والعمر ما بتطلعش عندكم ليه؟ إلا إذا حزقت جامد. طب ما كل الناس بتحزق، عارفين بتحزق يعني ولا لا؟ كده يعني. هي الانجوين الهرنيا بتحصل عند الفيميل، ما اكتر واحده بتحزق الفيميل في الليبر. بيحصل عندها انجوين الهرنيا فيمورال. ايوه عندها هرنيا تانية اسمها ايه؟ فيمورال. والفتحه بتاع الفيمورال رينج واسعه شويه عشان البلف شغلانه ثانيه. انما المهم احنا عندنا، احنا ليه ما بيحصلش هرنيا الا لما نكبر في السن؟ يا اما تحصل في الهاسل باخ تريانجل، او انها بتحصل دايركت لو كنا كبار. ولو انتوا شباب كده في السن ده تحصل عندكم الاندايركت، يعني الانجوينال هيرنيا اللي هي هيرنيا خلال الكنال. اكمل ولا بلاش؟ الهيرنيا خلال الكنال في سننا ده، في سنكم ده سهل دكتور نور. وفي سني برضه على فكره، اصل الناس واخده فكره غلط عني ان انا عندي لسه شباب. اذا كان طارق عيسى اكبر مني بثلاث سنين، حد فيكم يصدق عطايا اكبر مني بثلاث سنين؟ مستغربين مش كده؟ عشان انا سني 51 سنه بالظبط، هم دخلوا 54، يبقى انا لسه شباب. صح قبل التاريخ. اكيد عندنا يعني انت شكلك قلت كلمه واحده. لا يعني لسه برضه ما لسه بتجيلي اندايركت، ما تجيليش دايركت يعني. الدايركت بتيجي للاولد ايج من اول لاخر. اه اللي هو عند سن بقى ايه بعد ال 65 70. اللي عايز اقوله هي ليه في سنكم ده ممكن تحصل هرنيا؟ وليه ما بتحصلش دايما؟ يعني ليه ربنا حاطط لنا كومبنساتوري ميكانيزم بتمنع خروج الهرنيا؟ الهرنيا او الكنال دي باختصار عشان اخلصها بسرعه، مع ان يعني مش مشكله، لكن مش في رينج هنا اسمها ديب رينج، وفي رينج في الخارج هنا اسمها سوبرفيشال رينج اللي هي بتبقى تريانجل دي. ايوه المفروض الانتست لما بتخش بتمشي كده وبتيجي كده مش كده؟ ده الانج ايوه ده الكومبليت بس انجوينال يعني. لكن المفروض ان دي ديفكتيف انهي جدار في الابدومين؟ في الابيليوروس بتاع الاكسترنال. مين اللي ورا الرينج دي؟ كونجوينت. احنا لسه قايلين الوقت ان الكنال عليها كلها ابيليوروسس، لكن في انترنال بتطلع كده وبتتجمع مع الترانسفيرسس وتيجي من ورا الرينج دي وتعمل تندون محترم اسمه كونجوينت تندون بيبقى خلف الرينج دي. لما تيجي الهرنيا تيجي من ورا عايزه تطلع من المثلث ده في الاولت ايج في الدايركت وعايزه تطلع من هنا، الكونجوينت ده يحول دون وصول الانتستين من خلال هذه الرينج. ولذلك ربنا عمله كبروتكشن خلف الرينج. اذا كانت انت ديفكت في الامام انا هدعمك من ورا. هتسالني وتقول لي من الاصل طب ليه ربنا عمل لنا الرينج دي؟ عشان يطلع منها الاسبرمات الكورد ويخش على التستس، عشان التستس لازم تفضل بره الابدومينال كافيتي. لكن في دعامه وراه. طيب الديب رينج دي
الديب رينج دي مين الحاجة اللي كومبنساتوري وتمنع خلالها الهيرنيا تطلع؟ الكونجوين انا اسف الاورجن بتاع الانترنال والاكسترنال بيعملوا كونتراكشن فبيعملوا حاجة اسمها شاتر ميكانيزم. اذا الديب رينج محمية بالاورجن بتاع الانترنال والاكسترنال، السوبرفيشال رينج محمية من الخلف لمين؟ بالكونجوينت تندون. مفهوم كلام ولا لا؟ السوبرفيشال والديب الاثنين مع بعضهم محميين بالكونتراكشن بتاع العضله اللي هي جايه من قدام وبعدين تلف وتروح لورا فتعمل كونتراكشن لتحت فتعمل حاجه اسمها شاتر لايك ميكانيزم. وبالطريقه دي في سنكم العضله دي قويه ولا مش قويه في سن الشباب؟ قويه. فتمنع ان الايه هرنيه تحصل من هنا، دي بتحصل كونتراكشن. دي قويه فتعمل شاتر يعني تضغط لتحت فتمنع. ده قوي لان نفس العضله قويه. طب في الاولد ايج بيضعف الكونجوينت تندون بيبقى فيري ويك، تيجي الانتستين تطلع يقدرش ما يعمل لهاش ما يحوش دون انها تعدي من الرينج وتطلع من هنا فيبقى اسمها ضيق. انما لو جت من هنا ولفت كده ونزلت في السكروتم فيبقى اسمها ايه؟ فهمتوا حاجه؟ مش انتوا خدتوا لنجوان الكنال؟ كده خلصنا لنجوان الكنال كمان. اوسوفيجاس او لازم الاول اقول لكم الاورال كافيتي. الاورال كافيتي لو جه سيكشن في الهيد والنك بيبقى علشان اجيب التانج، ولو جبت التانج الاسئله اللي بتبقى عليه ماسلز اوف ذا تانج اللي هي الاكسترنسيك والنيرف سبلاي. فانا هجيب لكم صوره او منظر كده ليه ما جابوش ها في هيد ونيرف سيكشن كده الله ينور عليك. ده يجي كده في عينه زي دي او في هي يا عم اهو مش عارف كلكم شايفينه ولا صعب. ده بيجي واحط فيه علامه كده ايدنتيفاي ذا ستراكشر منشن او نيم ماسلز اند نيرف سبلاي. مين الاستراكشر اللي انا حاطط فيه العلامه دلوقتي بتاع العلامه دي؟ تانج. فلما يجي لك التانج هتقول الماسلز اوف ذا تانج اللي هم ستايلو جلوسس بلاتو جلوسس هايو جلوسس جينيو جلوسس. السؤال الثاني اللي بيبقى عليه نيرف سبلاي للاستراكشر ده. نيرف سبلاي حاجتين موتور وسنسور، يبقى لازم احط في السؤال بتاعي منشن موتور سبلاي اوف ذا ستراكشر. هتقول الموتور سبلاي هو الهايبوجلوسال نيرف اللي هو الكرينيال نمبر 12 اكسبت عضله واحده فيهم بلاتو جلوسس ويتش ار سبلايد باي ويتش سبلايد باي فارنجيال بلكسس. فارنجيال بلكسس عشان هكررها كذا مره معموله ب برانش جاي من الجلوسو فارنجيال نيرف برانش جاي من مين اللي بيقول الساعة 10؟ 9 و10 انا فاكر تقول 10 عايز تخليني امشي نيرف سبلاي للتانج انا اسف اللي هو الفرنجيال بلكسس من 9 نيرف سبلاي برانش جاي من الفيجاس وبرانش من السمباثيك تشين من السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليا. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان اسالك واعرفك ايه هي الفرنجيال نيرف بلكسس. 9 10 ده جاي لهم بارا سمباثيك 9 و10 السمباثيك بيجي للبلكسس منين؟ من السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليا. البلكسس دي موجوده فين؟ موجوده في الوول اوف ذا فارنكس. في الوول اوف ذا فارنكس. فبتسبلاي الفارنكس وتسبلاي البالت. سبلاي الفارنكس وتسبلاي البالت اللي هي السوفت بالت. الفارنكس سبلاي بالفرنجيال نيرف بلكسس اكسبت عضله اسمها 9 و10 9 يبقى انت خدت النيرف كله يا عم عمر. برانش لازم تقول لي برانش من مين؟ من 9 برا سمباثيك ده ولا سمباثيك؟ برا 2 برانش اوف 10 برانش اوف فيكس 3 سمباثيك فروم The branch من superior cervical sympathetic ganglion. دي الفرنجيال نيرف بلكسس. دي الفرنجيال نيرف بلكسس. يبقى برانش من الجروسو فرنجيال، برانش من الفيجاس، superior cervical sympathetic ganglion. بيسبلاي مين؟ البلكسس دي. أولا هي موجودة فين؟ موجودة إذا كان ده
ده الفارمس بتاع البني ادم ده اللي هو جزء منه خلف النوز وجزء منه خلف الماوس كافيتي. انا برسم بسرعه معلش. ده الفارمس موجوده في الوول اوف ذا فارمس الفرنجيه الفاشله. دي مين اللي انت بتتكلم عليها؟ الفرنجيه النيرف بلكسس. بتسبلاي مين؟ فارنكس. بتسبلاي بتسبلاي اللي هو الفارمس سوفت بال. اكسبت مين؟ لاتيروس. فرنجيه النيرف بلكسس دي دول بيسبلاي واحد الفارمس. اكسبت مين؟ اكسبت. انا بتكلم موتور طبعا زي ما انتم شايفين ده موتور مش كده؟ الفارنكس كعضلات كونستريكتوس. اكسبت مين؟ ستايلو فارين جيس. اثنين سبلاي بلد اللي هي السفر. اكسبت مين؟ تنسور بلاتال. وبتسبلاي كمان التانج. بتسبلاي التانج؟ لا انت قلت التانج من النيرف نمرة 12 انها بتسبلاي حاجة في التانج تبع البلد. حاجة في التانج بس تبع البلد اسمها البلاتو بلاتو جلوسس. ده الفرنجيال نيرف بلكسس تحفظوها كويس. يبقى معمولة ببرانش من 9 برانش من 10 برانش من السوبيريو سيرفاكس سمباثيتيك جانجل بيسبلاي كل عضلات الفارنكس اكسبت ستايلو فارنجيس. بتسبلاي كل عضلات الفلد اكسبت تنسور بلاتاي. بتسبلاي عضله في التانج اللي هي تنسور بلاتاي. ونرجع كلامنا تاني للعينه بتاعته. ده لو كان لو سالك على الموتور سبلاي الاستراكشر ده. السؤال التاني ممكن اقول لك ايه؟ سنسيشن او نيرف سبلاي. ما يجي لك النيرف سبلاي ما يفرقش بقى بين الجنرال والتيست. هتقول له كده انتيريور تو سيرد لينجوال نير كوردا تيمبانال بوستيرير وان سير جروسو فارنجيال نير. وجنب كلمه جروسو فارنجيال نير بتطلع سهمين. سهم تكتب عليه جنرال سنسيشن والسهم الثاني تكتب عليه تيست. يعني عايز اقول ان جروسو فارنجيال نير اللي بياخد من البوستيرير وان سيرد اوف ذا تانج بيشيل اثنين سنسيشن. اما الانتيرير تو سيرد اوف ذا تانج كل حاجه لها النيرف بتاعها. الكورد عشان التيست واللينجوال عشان الجنرال سنسيشن. ده الجزء الاول. الجزء الثاني في اسئله البراكتيكال دي النوز دي الكونكات اللي فيه. لو جينا هنا وحطينا علامه وانا عارف ان انا جي اي تي وان انا خلف النوز انا ما بسالكش عن النوز انا خلف النوز يبقى دي نيزوفارنكس. لو نزلت تحت خلف الطنج بالظبط مش في الطنج خلي بالك ان انا مش في الطنج انا في المنطقه دي يبقى اوروفارنكس. لو نزلت تحت الطنج المستوى ده يبقى لارينجوفارنكس. ظهر عندك؟ طيب يبقى الثلاثه دول لو جه هنا هتقول لي نيزوفارنكس اوروفارنكس لارينجوفارنكس. الاسئله بتيجي ازاي؟ ايدنتيفيكيشن انت عارف نيزو اورو لارينجيا ماز منشن نيرف سبلاي للماسلز اوف ذيس ستراكشر. ستراكشر هو الفارنكس يعني. هتقول له مين؟ الفارنجيال نيرف بلكسس. السنسيشن اوف ذا ستراكشر اللي انت اتكلمت عليه الفارنجيال نيرف بلكسس. ما هي دي شايله سمباثيك وبارا سمباثيك وشايله سنسيشن برضه وشايله موتور. فاهمين ولا لا؟ اكسبت مين؟ ستايلو فارنجيس. اذا بدايته نهايته السؤال الثاني. احنا عرفنا لما سال على اي واحد في الاور سواء كان النيزو او الاور او اللارنجو السؤال الثاني عليه منشن الماسل الاستراكشر ده مين الماسلز اوف ذا فاركس. ما انت بتتكلم على الفارنكس ومش بيسالك على الاور وعلى اللارنجيال او على النيزو بس. مين الماسل في الاستراكشر اللي اسمه فاركس؟ مين الماسلز بتاعته؟ منشن تو ماسل منشن 3 ماسل منشن 4 ماسل. مين الماسلز بتاعت الفارنكس؟ سوبيريو كونستريكتور كده مش ظاهرين هنا مفيش كونستريكتورات هنا. سوبيريو كونستريكتور ميدل كونستريكتور انفيريو كونستريكتور ستايلو فارنجيس بلاتو فارنجيس. معايا ولا لا؟ مين النيرف سبلاي بتاعهم؟ فارنجيس. السؤال ممكن ما يقولش كلهم اقول لك اذكر 2 ماسلز من الاستراكشر ده والنيرف سبلاي بتاعهم. فلو واحد كتب يكتب الكونستريكتور يكتب الفلاتو فارنجيس ما يكتبش ستايلو فارنجيس لان لو كتب ستايلو فارنجيس مضطر يحط النيرف بتاعها اللي هو مين؟ 9. انما لما يقول كونستريكتور مع البلاتو فارنجيس على سبيل المثال مع السالبينشو فارنجيس يبقى انا عندي سوبيريو كونستريكتور وميدل كونستريكتور. اختار اي واحده منهم. سوبيريو كونستريكتور ميدل كونستريكتور الفيريو كونستريكتور ستايلو فارنجيس فلاتو فارنجيس سالبينشو فارنجيس كلهم اكتب عليهم ايه؟
فرنجية النيرف بليكس. إنما لو كتبت ستايلو فرنجياس تكتب جنبها جلوسو فرنجية. واضح ولا مش واضح؟ واضح. ده مين؟ ده مين الفارق؟ السؤال الثاني اللي بيجي عليه، إذا كانت العلامة خلف النوز يبقى أنت في النيزو فارنس. extension relation بتمتد من اللي فين؟ بيزو. السؤال اللي دايما بيجي عليها mention البوستيريور ريليشن اللي هو مين؟ تكتب له كده body of the sphenoid basilar part of occipital bone. إذا جاء في الأورو فارنكس وقال لك أذكر مين الفرتبري اللي وراه، هتقول له من أول اثنين وثلاثة، اثنين وثلاثة خلفيه. إنما لارينجو فارنكس تقول له ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. يبقى باختصار لو جاء لو جاء النيزو فارنكس وقال لك مين البون ستراكشرز behind it، مين البونز اللي خلفه اللي يعمله سبورت من ورا، هتقول له body of the sphenoid وبزل part of the occipital bone. لو سألك على الأوروفارنكس، الأوروفارنكس وقال لك مين البون ستراكشرز اللي وراه، هتقول له cervical vertebrae 2 و 3. لو جاء على الرينجوفارنكس وقال لك مين الفيرتبري اللي وراه، هتقول له 3 و 4 و 5 و 6. إذا الفارنكس السؤال الأخير اللي عليه أذكر الاكستنشن of this structure، هتقول له من البيز اوف ذا سكال لسي 6، يبقى ده بدايته ودي نهايته، ومن نهايته اللي هي سي 6 هتبقى بدايه مين؟ الاوسوفيجاس. الاوسوفيجاس لما بيجي بيجي بالمنظر ده. شفت بقى لما تخلف شوي متهيألي مفيش حد فيكم مش عارف الاوسوفيجاس، صح؟ الاسئله اللي بتيجي عليه بداية نهاية بلاد سبلاي لمفاتيك درينج فينوس درينج، اي حاجة من الاسئلة دي بتيجي فيه معايا. طوله كام على فكرة؟ حد عارف طوله؟ جميل. بدايته فين؟ سي 6. سي 6 نهايته فين؟ عند الجنجل اللي هي بيسموها الكاردياك اند معايا، اللي هو الجاسترو اسوفيجيال اند معايا ولا لا؟ دي بدايته دي نهايته. في كونستراكشنز فيه فين؟ اربعة. فين هي اول واحدة؟ فين واحد عند بدايته؟ عند الرجل. بدايته طول كده at its beginning. الثانية عند نهايته. الثالثة عند الكروسنج اوف ذا ليفت برونكس. اعرف الثلاثة دول، بدايته نهايته في ليفت برونكس، بدايته نهايته ليفت برونكس، بدايته نهايته ليفت برونكس. دول الثلاثة كونستريكتورز عشان نخلص منهم. بلاد سبلاي في النك، غير الثوركس، غير الابدوم. في الابدومن جاي له من الليفت جاستريك فيزيتس، ليفت جاستريك فيزيتس بتوع الاستومك. في النك من السيرويد فينز، انفيرو سيرويد فينز معاه ولا لا؟ في الثوركس اوسوفيجيال من الأورط، واضح؟ فينوس درينج في النك، انفيرو سيرويد فين، في الثوركس ازايجوس فين، في الابدومن، الابدومن ليفت جاستريك بورتال سيركيليشن معايا؟ قول الديفرنت فينوس درينج بتاع الاستراكشر ده، هتقول له سيستميك وبورتال. سيستميك كله اكسبت اللور اند منه، وتقول له ان اللور اند منه ليفت جاستريك فين، يعني بورتال سيركيليشن. ده الاوسوفيجاس. الاستومك انا شرحتها لكم وكلكم عارفينها ومش هتكلم عليها. مش انا اللي شرحتها برضو؟ ولا حد تاني اللي شرحها؟ لا منتج. نقول بس اسمك ايه؟ يا اخوة كده اسمك ايه؟ انا عبد الله. انا ما شرحتش استومك؟ الا شرحت. ايوه كده. اقول لك هذا الكلام. لا والله. لا مش انا. ده مجنون. يا كفايه. انت كنت فين يوم؟ لا نايم؟ لا غايب مليت. جاي. انا بحب بس عشان من المدينه، لو من حته ثانيه مش هحب. صح ولا لا؟ حبيبي انت. قول يا ابني انا كنت بقول ايه؟ اسئله الاستومك. ايه الاسئله اللي بتيجي على الاستومك؟ الاستومك كلكم عارفين شكلها ايه؟ او دي دي بتيجي، بس ايه اللي بيجي فيها؟ يا اما احط العلامه على الانتيرو سيرفيس، شايفينها؟ معايا؟ اهي على جسم كده اهي، صح ولا لا؟ وكلكم انتوا داخلين عليها تبقوا عارفين وضعها في تشريح عندكم. لو حطينا على المطرح المسمار ده يبقى انتيرو سيرفيس، لو حطينا في الخلف يبقى مين؟ وكل حاجه ليها عليها اسئله. لو حطيت نقطه هنا يبقى الكاردياك اند، لو حطيت نقطه هنا يبقى البايلوريك اند، مش هنا في اخر، يعني عند التقائها مع مين؟ دودوتن. دودوتن بالظبط، بايلوريك اند، واضح؟
لو حطيت علامة هنا لسر كيرفيتشر، لو حطيت العلامة هنا جريتر كيرفيتشر. ده الشكل اللي ممكن يجي لكم أو ممكن يجي لكم ده. نفس الكلام لسر كيرفيتشر جريتر كيرفيتشر كده صح؟ انتيرو سيرفيس. الله ينور عليك، عشان كده لازم انت داخل تبقى عارف انتيرو سيرفيس بوستيريور سيرفيس. فاندس تسال لوحدها كده، بتعلق من هنا واحط عليها فاندس. بايلوريك اند كاردياك اند اسئله. لو على انتيرو سيرفيس ريليشن، والريليشن بتاعت الانتيرو سيرفيس عارفينها، انتيرو ابدومينال وول دايفرام، مش كده؟ ده الانتيرو ريليشن، مفيش فيها حاجه. او ليفت لوب ليفر، ثلاث حاجات انتيرو سيرفيس. بوستيريور سيرفيس مش هتكلم عليها، ده استومك بنت هو ما اكترها. ليسر كيرفيتشر اما تيجي سؤال عليه اذكر ليجامنتس اتاتشد، واذكر الاستراكشر وزن ذا استراكشر اللي هو الليجامنت اللي هو الليسر اومنت. ما انا ساعات مش لاقيه فانا اجي هنا واسال اقول مين اللي ماسك هنا ليسر اومنت، واقول لك اذكر الاستراكشر اللي موجوده في الاستراكشر اللي اتاتشد هنا عشان اسال ليسر اومنت. فانت بتقول اي اومنتم عندنا في علموكوا كده ولا اي اومنتم، سواء كان اي حاجه بريتونيه، اي حاجه بريتونيه، سواء كان الليسر اومنتم الجريتر اومنتم الميزوكولون السيجمويد ميزوكولون الترانسفيرس ميزوكولون، اي حاجه اسمها بريتونيال فولد في ثلاث حاجات عمياني كده تحطهم اللي هم ايه؟ واحد اكسترا بريتونيال فات، اثنين اوتونوميك نيرف بلكسس، ثلاثه لينف نود. معايا الكلام ده من الورق بتاعي صح ولا انا غلطان؟ صح. قول لي بس صح ولا انا غلطان؟ صح. بس الثلاثه دول مخبوطين في حته واحده، الثلاثه دول لو حفظتوهم واتزنقت قوي 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 ما تروحش الحمام، اكتب اكتب وربنا هيفرجها عليك في اي حته. طب لو سالتك على جريتر اومنتم نفس الثلاثه، ترانسفيرس ميزوكولون نفس الثلاثه. اه في حاجات بقى زياده، المبدع بقى فيكم يعني لو الليسر اومنتم حد كتب الثلاثه دول يكتب الفيزلز اللي هنا اللي هم ماشيين هنا اللي هو الليفت جاستريك ورايت جاستريك فيزلز، مش كده ولا انا غلطان؟ طب لو الجريتر اللي هو ده اهو، ده جريتر اهو، ده بقى واضح اهو، ده جريتر اومنتم. انا بتكلم عن اومنتم الوقت جريتر اومنتم برضه ثلاث حاجات بس هنزود عليهم هنا مين؟ الرايت والليفت جاستروبلويك فيزلز. معايا؟ انا نفسي اعرف انت مبتسم على طول ليه؟ قول لي بس عشان ابتسم معاك، انا مش لاقي حاجه في الدنيا دي تخليني ابتسم. انا في منتهى الكابه، قول لي حاجه عشان اضحك معاك، ذنوبك ثواب فيا. ربنا ربنا يعني يكرمك، تضحك والسمايل بتاعك حلوه كده وجميله، قول لي بس بتضحك على ايه؟ ايه؟ بسم الله ما شاء الله. اول على طول مبتسم، حاجة حلوة. نفسي ابتسم انا كمان. قول لي نكتة. واضح؟ ترانسفيرس دكتور وين بتسأل؟ وين بتحط على ترانسفيرس ميزوكولون؟ ده؟ لو سألت هنا هتضطر تقول لي جريتر اومنتم. اه. للأسف. ما في من ورا يا دكتور. هتبقى من ورا، لو جيت من ورا هنا اسأل فين؟ كله هذا قدام، هذا قدام. كل ده جريتر اومنتم. ما في من ورا مش لو جيت من ورا ولا من قدام؟ هو بيسالني هنا من قدام، اقول ايه؟ ايه دي؟ جريتر من ورا. ده كده الوقت اقول عليها ايه؟ ورا. هذا ورا دكتور. السير ده انا مؤاخذه انا اسف. جريتر. ده جريتر. جريتر. ده جريتر ومن لو جبته كده؟ ميزوكول. ميزوكول. عشان كده وانا دايما اقول لكم خلي بالكم انت داخل على الاستومك دي بالذات كده ولا كده؟ فاهمين كلام ولا لا؟ الفاندس بتيجي ايدنتيفاي نيرف بلاد سبلاي الشورت جاستريك فيسل. ماشي كده؟ طيب دي بالنسبه للاستومك، بالنسبه للترانسفيرس كولون عشان اخلص منه، ده الترانسفيرس كولون لغايه ما نحط اسئلته، ده الترانسفيرس كولون معايا. وزي ما اتفقنا دي مين؟ جريتر. الا اذا حطيتها من الخلف يبقى ده هنا في مين؟ ميزوكولون. ده مين كده الوقت هنا ولا هنا؟ ده ده ايوه اللي فوق اللي فوق. واضح؟ طيب ايه تاني عايز اخش عليها الوقت؟ انا عايز اجيب لك دوت انا كويس بس معلش ما انا ما عايز اجيب لكم كل حاجه عشان ممكن ده دودنم ممكن يجي كده في بلاستيك متهيألي معروف، واحنا اتكلمنا على البنكرياس الهيد والبودي، او يمكن اجي لك ده، بس انا عايز اجيب لك السوفت اللي بيجي اللي دايما بننزله. طب الدكتور الكبير ده طيب مش هنا اصبر بس اصبر بس عشان ما تضيعكمش.
شايفينها؟ مين ده؟ بقى ايه ده؟ سمك. واحد يقول لي ده السيكم. والله لا والله بقول عشان اتعامل والله اتعامل. انت بتضحك؟ والله العظيم اتعامل. حط عينة هنا وقال لي ده سيكم. قال لي وطلع بره وقاعد يزعق لي. قال لي يا دكتور انتوا حاطينه غلط والله هو كده. عشان ده سيكم اهو في الليفت سايد. ايوه والله. المهم ده ستومك بتنزل عينة دي. ولو خدتوا بالكم من هنا ده الستومك ده الليسر كيرفيتشر اهو انا كده في الخلف. مين الاستراكشر ده؟ ميزنتري. ايدنا ميزنتري. لا لا ده الانبوب ده دودل. ده الدودل. لاحظتوا حاجة ان انا عشان اجيب الدودل اهو ده الستومك ده الدودل اهو. ده ورا انتستين. شايفين ولا لا؟ انت شايف كده عندك؟ لا. ستومك اهي؟ اه. تمام. مش ده الستومك يا شباب؟ امشي معايا كده مين ده مين السي شيء اللي اتعمل السي اتعمل ايه؟ ليه انا جبته من الخلف من هنا؟ لان هو ريترو بروتونيه هو اخر حاجه من ورا. فالدودنم ده سواء كان يجي العينه دي بصوا لها كويس. او تيجي دي عشان اسالك على الجزء. امسكها لك. اه تعالى الله يخليك. معلش. او تيجي العينه دي واحط علامه هنا ولو جيت دي تقول لي سكند بارت اوف ذا دودل ببقى قاصدها لو جيت فوق هنا هتقول لي فيرست بارت اوف دودل وده السكند بارت اوف دودل معايا ولا لا فاهمني ولا لا هنا لما بجيبها ببقى قاصد السكند بارت اوف دودل عشان اسالك على الريليشن الدودل مجهز نفسك لاي ريليشن فيه بالذات السكند بارت انتير بوستير ميديال لاترال كل حاجه فيه والدكت اللي بتفتح فيه اللي احنا شرحتها النهارده المين والاكسسوار واضح كلامي ولا لا؟ طيب معلش بقى خلينا ده كمان او ممكن تيجي دي بتهيألي ده واضحه ده مين كده دلوقتي؟ ودي مين؟ امشي بقى مع الاستومك وهي بتخلص اهي شوف انا عملت ايه برضو؟ شفت كده عملت ازاي لفيت العينه اهي؟ لان الدوتر ما بقاش انتيرور خالص واضح حته فلما اجي في الخلف بقى لفوا معايا لفوا معايا كلنا كده شايفين فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت وعرفت منين ان ده ثيرد بارت ورا الاورطه اهو واضح ولا مش واضح فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت فورث بارت السي كلها ايه بالنسبه لكم كلكم ادي الاستومك ادي الفيرست بارت دودنم سكند بارت ثيرد بارت لف وطلع اهو فورث بارت اللي طالع ده ليه انا بقول الدودنم وانتم ماشيين العينه اهي بصوا عليه وانتم طالعين بصوا على الفيرست والسكند والثيرد والفورث امشوا بايدكم عليه كده ارسموا السي بايدكم كل واحد وهو طالع الوقت لان كل بارت منهم هيختلف في الاسئله اللي هتحط عليه الريليشن كلهم مختلفين انما هنتفق ان كلهم لو جيت اتكلمت عن بلاد سبلاي هتكتب لي السوبير بنكرياتيك وديتانا بنكرياتيك وديتانا اللي فاتك درينش كله سهل انما بقى عارف انت فين علشان الريليشن واضح؟ حاجه ها؟ الاورجن بالفيرست لا مش الاورجن بالابر هاف تبع الفيرست او تبع الاورجن من مين بس؟ فورجاتن الاورجن اللي يقصد فورجاتن اللي اتجاد لا مش بتكلم على كده انا بتكلم بقول اعرف كل جزء منه عشان الريليشن بس مفهوم الجمله دي والحاجه الثانيه البلاد سبلاي اللي فاتك درينج واحد مفيش فيها مشكله بالنسبه للبنكرياس اتكلمت عليه اتكلمت على الهيد قول يا عمر ممكن تكون قول يا تاني ليش قول ليش انا فاتت درام لا 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 ادفع سجلت انا ماشي ماشي يا حلو هتدفع؟ بقالك سنتين ما دفعتش حاجة. ولا ازازة بيبس ولا بنتين ولا عدة ولا حتة لحمة ولا فخدة رومي ولا أي حاجة يا ساتر. قلت لك هكرم كده. أنت منين يا عمر؟ الرياض. إيه؟ الرياض.
طيب ما تفتكر ان انا بحسن صاحبك تقيل قوي يعني انما الرياض نقرش. لا دكتور فين ما شفتش حاجه منك دكتور قدرك اكثر من كده اللي هو ايه انا نجح اللي هو ايه والله هو يا عمر دعاء في ظهر الغيب كبسني وسكن على قفايا ما علينا هو ما يعرفوش يعني سكن على قفايا تعرفوها بالمصري دي ولا لا سجل سجل الدودة عشان الغلبان ده عشان يدعيلي بظهر الغيب يا عم الشيخ عم الشيخ عمر اوعى ما تدعيش لا والله والله اعرف استغفر الله ما لسه اقول له لسه اقول ما لو قلت مش هتقول يعني هتعرف انا بقول ليه انت لما هتدعيلي هيحس بالحاجه جات لي لو ما استجبتش شكيله فهعرف عرفت انا هعرف ازاي انا مش مطلع على الغيب مش انت ادعي كويس طلع قوي واحزن وانت بتدعي بس من غير ما يجيلك تاني لو جات هقول لك جات يا عمر ايش الحاجه اي حاجه يعني أنا أحب دي كويس أولا وبعد زي المكان رد ما شاء الله ها فأنت ادعي لنا بالخير الواجد لأننا للستر وربنا يكرمنا في عيالي يا شيخ مش عايز أكثر من كده احنا كنا بنتكلم عليه بقى دودرم حد بقى يساعدني اذا كنا هنبدا كده من عند الاستوم ده الفيرست بارت دودرم تفتكروا مين اللي انتيرو الفيرست بارت دودرم الفاندس ذا جول بلاد كود ترانسفيرس كودت لا مفيش ترانسفيرس كله نهائي مش عايزين عك بقى كوادريت ها وجزء كمان من الليفر لان دي جنب الكوادريت لوب يبقى جزء من الكوادريت لوب في حاجه ثاني كفايه كده عليكم طيب مين الانفيرو هنا هنا بطريات مين اللي خلف الفيرست بارت ده دينام ها مين اللي خلف ده ثلاث حاجات عارفهم ولا لا في ضغط احنا قلنا عليها جايه من هنا وتعدي كده دي الكومن بايل ضغط مش كده وفي ارتري كان بيعدي جاي من الهيباتيك ارتري اسمه كاسترو دودينال ارتري بيعدي من وراها برضه معايا يبقى حاجه وفي الوريد اللي قال لك عليه صاحبك اللي هو مين فيروفينكيف يبقى في كام حاجه معديه من ورا الفيرست بارت دودرام فيروفينكيف ماشي الكلام كومن بايل داكت ماشي الكلام الجاسترو دودرام الارتري ماشي الكلام واضح واضح ده الثلاث حاجات اللي من ورا بالنسبه للسكند بارت دودرام اللي هو ده ايه اشهر حاجه ماشيه انتيرير لو بقسمه ثلاث اثنين تلت وتلت وتلت التلت الوسطاني ده اللي ماشي قدامه انت بتقول يا احمد كان عندك ايه بعد كده في ايه راديولوجي ساعه واحده طيب ده ترانسفيرس كول في التلت الوسطاني التلت ده في ليفر التلت ده فيه كولز اوف سمول انتست يبقى السكند بارت اللي قدامكم قدامكم جميل اهو هتقسمه تلت وتلت وتلت ليفر كولون انتست ليفر كولون انتست رايحين فين يا ابني انت وهو حصل رايح فين عندي كثير نور بس عندي موت كان السمنة وتروح لنور لا لا لازم خليه ينفعك روح سلمني عليك مين اللي ورا بقى ده يا جماعة ده السكند بارت دودرم اهو مين اللي وراه يلا يا حلوين السكند بارت دودرم مين في رايت كدني في حاجة بقى وراه هايلا وارسم كده اهي اوف رايت كده والفيزلز اللي داخله فيه يبقى الهايلم هو اللي وراه هايلم اوف ذا رايت كده في حاجه ثاني في المكان ده اللي هو الاستراكشر اللي طالع من الهايلم وراه طيب بالنسبه للسيرد بارت انت معايا عمر كده ولا لا بالنسبه للسيرد بارت اهو هذا السيرد بارت اهو كوز اوف انتستنس مين اللي ماشي قدام ده بقى اشهر حاجات اشهر حاجات روت اوف ميزنتري وجوه روت اوف ميزنتري شريان اللي احنا اتكلمنا عليه وسبيرو ميزنتريك ارتر دي اشهر حاجه وبعدين حطوا لي كويز اوف سمول انتست موجوده قدام ايه تاني موجود قدام السيرد بارت دودرام اهم شيء ده اهم حاجه مين اللي وراه
بصوا بقى الصوص صوص ريفين كابل صوص ده السرد بقى فاكرين شو الوريد اللي كنا عملناه هنا وكان نازل كده ده انفيرو فينا كيف ونمره 2 اللي جنبه على طول هنا مين الاوار برافو عليكم وبعدين هنا على كانوا السمباسات الكيتش ايه وبعد كده فيها السوس ميجو بالاستراكشرز اللي جايه منها واللي عليها اشهر حاجه يا ابني انفيرو فينا كيفا اورتا سمباسات الكيتش ايه سوس ميجو ليفت تعرف تحفظهم كده ليفت سوس خلاص ما قلتها سوس في حاجه تانية عليها في حاجه تانية ليفت يوريتر ولا رايت يوريتر ليفت يوريتر الفورس بارت اللي هو ده مين اللي قدامه كورس انا لما بطلع كده بالفورس بارت ده لما يرجع يقوم لافف كده عشان يعمل جوجنال اللي هو الثانيه اللي هتحصل هنا عشان يروح يعمل جوجنال اسمها دودلو جوجنال فانكشن قدامه بيجيننج اوف ذا جوجنال قدامه امال مين اللي وراه صوص هتيجي الصوص ميجر تاني بالاستراكشرز اللي كانت جايه من الكدني اللي هو اذا كانت بقى عندنا اللي هو اليوريتر ليفت. ها ده اشهر حاجه موجود عليه اللي هو ليفت صوص ميجر واليوريتر والكدني تبقى وراه اللي هو برده الجزء بتاع جزء من الكدني ده الدودرم بقى اجزاء البلاد سبلاي بتاعه انت عارف سيبر بنكرياتك دول وفير بنكرياتك دول فاهم ده بشكل سريع طبعا عشان اخش على اللي بعده طيب دي مين دي الوقت لو جات لنا كده دي مين ودي مين اوفر ليفت لورا حد فيكم شايف في العينه دي كولون لا هو اخر ده سيكا ما هو دي أبندكس ايه مش دي أبندكس يبقى دي مين إليا صح شفتها تمام بصوا لي كده كلكم بقى العينة دي الجزء اللي هو اللي مرفوع ده اللي انا رافعه ده شايفين ده اللي انا اسكو الوقت بايدي بالظبط ده هحطها جنب العينة دي وانتوا طالعين شوفوها بقى شايفين شايفينها ولا لا اللي انا اسكو ده ها اهي اهي ده السيكا يبقى الجزء اللي داخل عليها ده مين؟ إيليا ده الإيليا وتحتها على طول اهي أبندكس أبندكس اهي أنا مش عارف كلكم هتشوفوها ولا لا بس انتوا هي واضحة هنا وهحطها جنب العينة دي وانتوا طالعين هتشوفوا هنا فين الدودرم وهتشوفوا هنا مين؟ السيكا والأبندكس والإيليا طيب إذا كانت دي الإيليا وده جزء من الانتستين اهو لو شلنا ده هو ده الكولون اللي بقول لكم شايفين كولون ولا لا؟ يبقى ده جوجنال مش كده ولا لا اخر حته هنا السيكا ها فرقت اليك فصه يبقى الحته دي من مين ايليا الجوجنال دي ايليا ودي جوجنال دي ايليا وعلى فكره اللي انتوا شايفينه رفيع ده شايفينه ده ده اسندنج كولون بس كان فيه ديزيز كارسينوما اسمها كونستريكتور نوع من الكارسينوما بتيجي في الكولون كونستريكتور تايب بيخنقه كده لكن هو ده الكولون يا جماعه ما تخافوش يعني من شكله ولا حاجه ده من الكولون اهو فاهمين ولا لا؟ طيب انا بسال الكلام ده ليه؟ الابندكس دي لو جت ايه الاسئله اللي بتيجي عليها؟ يا اما تيجي في دي العينه الثانيه دي وانتوا طالعين هتبصوا فيها على ايه؟ سيكا على السيكا والابندكس والايليام والجوجل او ان تيجي دي واحط علامه على دي من بره على الازاز ده سيكا ما هو ده سيكا ودي ابندكس فيه تعالى يا احمد ده سيكا ده الاسندنج كول ده الايه دي ابندكس دي انتستين دي انتستين دي انتستين مين فيهم جوجرام ومين فيهم ايليام مين طب بصوا لي على مين فيهم الارتيريا الاركيدز او الفيزنز بتاعتها كثيفه يبقى دي جوجنم ودي ايه ايليا مين فيهم الهايلي فاسكولار جوجنم مين فيهم اللي ليس في الفاسكولاريتي الارتيريا الاركيدز اللي هي الاقواس اللي راح تشبع الاثنين مين فيهم السيمبل جوجنم مين فيهم الكومبليكيتد مين فيهم اللي بتبقى ظاهره جوجنم مين فيهم اللي اقل ظهورا يعني ايه ظهر يعني انا ببص ما بشوفهاش اللي اقل ظهورا الاليا لان ما حواليها فات كتير وضحت الفروق يبقى ده سيكم فاهم
سيكم اسندنج كولون الابندكس الجوجرم الالي دول الثلاثه دول اللي تحفظوهم بس معايا حط دي مين ده برافو عليك يا ابني انا عينه خدت بالي منها لسه شايفها طنج يا جماعه طنج ارجع تاني للطنج مش هتكلم عليه بس الطنج بس واذا كنت متاكد ان ده الطنج يبقى الامبوبتين اللي انت شايفهم دول قدام ليرنج لا الامبوبتين دول دي شركه ده اهو صافي انما لما تطلع فوق المليانه كتله عضليه من فوق دي اهي اللي عليها الخط اللي هو الاسود اللي هو الخطين اللي انا عاملهم ده الفارنكس انه جزء من الفرن يا راجل انه ده اللارنجيال انما لو جيت في المكان ده خلاص اتقطع ده كان الاورو هنا والنيسو كان هنا يبقى الحته دي بس مين طب لما احط علامه على العضله دي تقول عليها مين انفيرير كونستريكتور اوف ذا فارنكس نيرف سبلاي فارنجيال نيرف بلكسس وضحت واضح الطنج واضح الاوسوفاجس التراكيه الكونستريكتور الفارنكس الحمد لله ودي خلاص ودي خلاص الجوجرم والإليم احنا اتكلمنا عليهم تعالى يا احمد تعالى يا شباب اذا حبينا نجيب عينه بلاستيك زي دي واسال على الابندكس او من العينه دي وانتوا طالعين بصوا عليها ايه الاسئله اللي ممكن تيجي على الابندكس البوزيشن والبلاد سبلاي البلاد سبلاي ابنديكولار ارتري مش سوبرمزنتريك ارتري البوزيشن بتاعتها الموست كومن اللي احنا بنسميه ريتروسيكل اللي وراه على طول في الانسيدنس العالي البلف بعد كده في حاجه اسمها سبسيكل وفي حاجه بري ايليال وحاجه اسمها بوست ايليال الكولون اللي هنا ده مين السندي والكولون المقطوع من هنا وده مين اخر واحد لو حطيت علامه هنا هنا مش هنا هنا سيجمويد لو حطيت على ده ريتم ولو حطيت على ده ايه الاسئله اللي بتيجي عليهم بالنسبة للسيكا السيندينج كول ترانزفيرس كول السيندينج كول سيجمويد ريكتم هنا الكلام اي واحد فيهم بسأل على الريليشن حتة منه يعني السيكا ممكن اسألك مين البوستيريور ريليشن هتقول الإلياكس هتقول الفيمورال نيرف الاسيندينج كول مين البوستيريور ريليشن اذكر عضلة خلفه كوادريتا سلامبورا اذكر النيرف والفازل اليو هايبوكاستريك اليو انجوينال فيمورال نيرف اللي عايز اقوله ان الاسندنج كول والديسندنج كول الاثنين احفظوا لي البوستيريور ريليشن ليه لان الانتيريور ريليشن في الاثنين انتيريور ابدومينال وول وجريتر اومنتوم مفيش فيها حاجه انما المشكله في الاثنين البوستيريور ريليشن وبالاخص الترانزفيرس ترانزفيرس كولون بيعمل كروسنج على مين وهو ماشي في البوستيميل اللي وراه وهو ماشي قاعد يخبط على مين وهو ماشي اشهر حاجات معدي عليها سكند بارت دودرام هيد اوف بنكرياس وبعد كده ما يخلص الهيد اوف بنكرياس يخش على الكدني وعلى السوبرا رينا يبقى ده اشهر ثلاث حاجات بوستيريور للترانسفيرس كولو البلاد سبلاي بتاعهم تحفظوه بالنسبه للبلاد سبلاي للكولون كله مين البلاد سبلاي للكولون بالنسبه للسيكم والاسندنج كولون والترانزفيرس كول اللي هو التلتين الرايت من مين من مين السوبيريور مزنتريك التلت بترانزفيرس اللي ناقص مع السيستند مع السيجموي مع كله هياخد منين انفيرو مزنتريك الريكتوم بياخد منين بلاد سبلاي ابر هاف الابر هاف زيه زي مين انفيرو مزنتريك اللور هاف ياخد منين اليك من اليك اللي هو مين انترنال اليك انفيرو ريكتوم الانا الكنال لو جه السؤال عليها اللي انا شرحت لكم على اخر جزء منها البلاد سبلاي بتاعها والفينوس درينج مختلف البلاد سبلاي بتاعها من حاجتين مين البلاد سبلاي ليها الفينو مزنتريك والفينو ريكتم زيها زي مين زي الريكتم الفينوس درينج بتاعها نصين النص الابر هاف تقول عليه بورتال سيركيوليشن واللور هاف منها سيستميك سيركيوليشن كنت هلا كده الكلام واضح دي الاسئله اللي بتيجي في اي كولون بانجت مع الريكتم بيجي inferior او ولينا الكلام هنا الكلام الاسئله الثانيه اللي بتيجي عليها اذكر اثنين سفنكترز ليها مع النيرف سبلاي مين الاثنين سفنكتر اللي هنا الكلام انترنال انال سفنكتر وهو عباره عن الاكستنشن بتاع اللونجيتودينال فايبر سموث والخارجي اكسترنال وده سوماتيك في النيرف سبلاي الانترنال اوتونوميك في النيرف سبلاي الخارجي
الخارجي سوماتيك. مين النيرف اللي بيسبلاي الاكسترنال انال سفنكتر؟ اكسترنال انال سفنكتر منين؟ بلفك. ايه بلفك؟ ايه انت بقول سيستميك، اوعى تكون بلفك ريجنتس اللي هو البلفك سبلانكن اثنين زي براسين بساتس. ها جاي منين؟ 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 انفيرور ريكتال. جاي منين انفيرور ريكتال؟ ها 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 انفيرور ريكتال جاي منين؟ من بيودند. منين؟ من البيودند. وده سوماتيك. لو جاء اي جزء من الكول وسالك على النيرف سبلاي، مش البلاد سبلاي بقى، النيرف سبلاي للسيكا اسيندنج كول ترانزفيرس كول هون لغايه انتستين، كان اسمه انتستين لارج انتستين جوجنم ايليا من الجزء بتاع الانتستين الصغيره، والكول لغايه ترانزفيرس كول اللي هو التلتين ده بيجي له سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك، سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك من الجريتر سبلانكيك والليسر سبلانكيك. معايا ولا لا؟ اما الكولون بقيته اللي جاي هيبقى اللوست سبلانكيك وبلفك سبلانكيك، تعرفت لهم؟ ده النيرف سبلاي بتاعه. نخش على الاستراكشر اللي بعد الاورجان اللي بعد كده بتبقى على السيرفيس ده اللي هو الانفيرو سيرفيس. اما بالنسبه لده ممكن اسال على الرايت، ممكن اسال على الليفت، ممكن اسال على الليجمنت اللي هنا، وبقول لك والليجمنت اللي حاطه في النص ده ممكن احط عليه علامه تقول اسمه فالس فورم ليجمنت، اقول لك اذكر باقي الليجمنتس او اذكر ليجمنتس امبريولوجيكال اوريجين او اذكر ليجمنت بريتونيال اوريجين. مين الليجمنت اللي هي امبريولوجيكال اوريجين؟ لو جاي السؤال على هنا ليجمنتم فينوزم ليجمنتم تيرس. مين الليجمنت اللي بريتونيال فولد الفالس فورم ليجمنت؟ ها وحوالين الهايلم هنا اللي بيمسك على الهايلم الليسر اومنتم، يبقى في فالس فور وفي ليسر اومنتم. انا قربت اخلص، محدش ينام بقى. فهد هحبشك بنطه واحده زي الفهد، هنط من هنا في كرشك واقوم لازقك في الحيطه اللي وراك، مش هتطلع الا السنه الجايه. انت بتبص على الدوله في ايه؟ ركز يا فهد. يبقى في فالس فور وفي ليسر اومنتوم. ها في حاجه تانية؟ رايت ترينجولار ليجمنت، ليفت ترينجولار ليجمنت، كوروناري ليجمنت. تعرفوا تقولهم كده؟ ما بتسالش هنا. طيب الفتحتين دول مين؟ يعني هنا في الاور سيرفيس ولا لا؟ ده مش سوبيريور ده ولا لا؟ مش ده سوبيريور؟ اه في فتحتين من فوقهم، فتحتين اهم دول هيباتيك فيكس. دول مين؟ هيباتيك فيك. سيبنا بقى من ده وخلينا على الفيرو سيرفيس. يا رب كلكم تبقوا شايفين ده الليفت لوب، ده الرايت لوب، دي الجول بلادر. الجول بلادر ممكن يجي عليها علام ويقول لك اذكر الاستراكشر بتاعتها، هتقول له فاندس وبودي وسيستي، هيقول لك البلاد سبلاي بتاعها، هتقول له سيستي، هتقول له الفينس درينج وفين بينتهي. انا قلت الكلام ده. مين اللوب اللي جنب الجول بلادر على طول؟ دي كوادريت. خلينا بقى في الكوادريت، حط علامه فيه، يقول لك مين ده؟ هتقول له كوادريت. هقول له هيسالك على الباوندريز بتاعته، الباوندريز بتاعته زي ما احنا شايفين اهي اباف بورتا هيباتيك، بيلو انفيرور بوردر اوف ذا ليفر، تو ذا رايت امبريشن فور جول بلادر او الجول بلادر، تو ذا ليفت ليجامنتم تيرس، ليجامنتم تيرس. او ممكن امسك في الامتحان الليجامنتم تيرس، ايه ده؟ ليجامنتم تيرس، ايه اصله؟ السؤال الثاني، دي كوادريت لوب، اذكر ثلاثه ستراكشر انتيرور لي هنا اهو، بايلورو دودونال جانكشن ترانزفيرس كولون انتستين. يبقى في كام حاجه ماشيين قدام المحترم ده؟ بايلورو دودنم او الفيرست بارت دودنم، نمره 2 ترانزفيرس كولون، نمره 3 انتستين. في لوب تاني في الخلف اهو جنب الفتحه بتاعت الفيرو فينا كيف، صباعي داخل فيرو فينا كيف اهو، ده كودي. اذكر الباوندرز فينا كيف تو ذا رايت، ليجامنتم فينوزم تو ذا ليفت، بوستيريور اللي هنا ليجامنتم فينوزم، ده فراغ انتيرور اللي هنا بورتا هيباتس. معايا؟ دي ما بتجيش فيه الا الباوندرز، ده بيجي فيه الباوندرز والريليشن، ده بتمسك الليجامنتم تيرس، الليفت لوب، جاستريك امبريشن، الرايت لوب هنا خلف ولا امام؟ خلف جنب الفينا كيف، صح ولا لا؟ ده الشرب ده اللور بوردر اهو هنا ورا، يبقى كدني. طالما انت ورا هنا كدني، ولو نزلت قربت هنا كولك فليكشن، بس دول اللي بيجوا. واضح؟ يبقى الامبريشن اللي موجوده على الرايت لوب، ايه اللي ممكن يجي تحت الرايت لوب؟
الكدني اسمها الرينال والكدني وسوبرارين او الكوليك. لو انت قربت الانفيرو بورد ممكن يجي على الليفت لوب ويسالك ايه ده جاستريك امبريشن. انما الاثنين لوب اللي فاضلين اللي هو الكوديت والكوادريت, الكوادريت يقول لك باوندرز وريليشن, باوندرز وريليشن, الكوديت يقول لك باوندرز وبس. اما اخر حاجه في الليفر يوم جايب علامه زي دي دبوس ومدخله هنا في البورتا هيباتس ويقول لك ايه الاستراكشر اللي انا حاطط فيه العلامه ده, هتقول له بورتا هيباتس, هيقول لك الباوندرز, هتقول له بوستيريورلي كوديت, انتيريورلي كوادريت, هيسالك يقول لك كونتنتس بتاعته. الكونتنتس بتاعته ثلاث حاجات العمياني وثلاث حاجات معروفين. مين الثلاث حاجات العمياني؟ زيه زي الحاجات اللي موجوده بتوين. مش انا قلت ان الليسر اومنتم بيلف هنا لفه وعامل اتاتشمنت دائري هنا, يبقى الليسر اومنتم بالكونتنت اللي كانت جواه هنا برضو اللي هم الاكسترا بريتونيال فات والاوتونيك نيرف بلكسس واللمفاتكس. لكن مين الثلاث حاجات اللي هنا الميجر؟ واحد هيباتيك ارتري والتو برانشز بتوع هيباتيك ارتري عند اتش تو برانشز, بورتال فين عند اتش تو برانشز, كومن بايل داكت معايا ولا لا؟ بايل داكت كومن هيباتيك, كومن هيباتيك خروج الاثنين من الرايت والليفت كومن هيباتيك ده الليفر بكده. يبقى خلاص السلام عليكم. شكرا لك يا شباب. تحضير شباب. محاضر محاضر. بنكرياس. بنكرياس. يلا. عمر. 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 السليفري جلانس, السليفري جلانس في واحدة على السيرفس من برة لو شفتوا اي عينة هيدو نك هنا اهي. هاتلي دي, هاتلي دي, دي الخارجية دي باروت عارفينها طبعا كلكم. دي مين؟ باروت. الحاجة التانية اللي ممكن جلاند تيجي فيها عينة زي دي اللي هي الصاب مانديبل, شايفينها كلكم اهي, دي الصاب مانديبولا سليفري جلاند هنا مكسوره طبعا, والهنا الباروتيد المفروض تبان. يبقى دي تيجي باروتيد ودي تيجي صاب مانديبولا. اسئله بالنسبه للباروتيد جلاند ممكن يسالك يقول لك الديب ريليشن ليها, سوبرفيشال ريليشن, نيرفس او استراكشر باس ثرو, نيرفس ابلاي, ناخدهم واحده واحده. مين السوبرفيشال ريليشن للباروتيد؟ سكين وسوبرفيشال فاشيا وباروتيد وماستيريك فاشيا. مين الديب ريليشن ليها؟ تحتيها, تحتيها مسيتا ريموس اوف ذا ماندبل ميديال تريجوي. يبقى تحتيها مين؟ مسيتا ريموس اوف ذا ماندبل, مش الريموس تحت المسيتر, المسيتر اللي تحت المسيتر الماندبل الريموس اوف ذا ماندبل اللي وراه كمان ميديال تريجوي. ده مين؟ ده الديب ريليشن. مين الاستراكشر وزن؟ مين اللي ماشي جواها؟ في نيرف ينقسم جواها اللي هو الفيشيال نيرف وينقسم الثلاثه الخمسه تيرمينال بتوع, وفي ريترو مانديبولار فين, وفي بلكسس, في الترمينيشن. ممكن السؤال يجي كده, اذكر الارتري اللي بيبص رو وينقسم جواها اكسترنال كاروتيد ارتري والارتريز التين اللي طالعين منه سوبرفيشال تمبرال وماكسيلري. يبقى ماشي جوا الباروتيد جلاند كام حاجه؟ ثلاثه. واحد ارتري وبينقسم جواها فين؟ ريترو مانديبولار فين وفيشال نير. نيرف سبلاي, النيرف سبلاي بتاعها تقول له كده جلوسو فارنجيال نير خلال الليسر سوبرفيشال بتروزال نير. اذكر الباراسمباثيك جانجليا ريليتد للجلاند دي اوتيك. اقول تاني, النيرف سبلاي جلوسو فارنجيال نير الليسر سوبرفيشال بتروزال نير الجانجليا ريليتد الباراسمباثيك جانجليا المنوطه بعمل هذه الجلاند اوتيك. بالنسبه للجلاند اللي وريتها لكم تحت اللي هي الصاب مانديبل الاستراكشرز اللي عليها من بره سكين وسوبرفيشال فاشيا وبلاتيزما, الديب ريليشن ليها, الديب ريليشن عضلتين اذكر تو ماسل ديب ليها مايلو هايويد وهايو جلوسس. اذكر فين الدكت بتاعتها بتفتح تحت التانج بيلو ذا تانج جنب الفرينيولم لينجولي. الباروتيد جلان اذكر الدكت بتاعتها بتفتح فين؟ اوبوزيت الابر سكند مول. واضح كلام ولا لا؟ نرجع تاني للسب مانديبولا,
قلنا سوبرفيشال ريليشن، قلنا الديب ريليشن. انت نمت ولا ايه؟ لا لا اصحى، ده انت المعول عليك كبير. اذكر النيرف سبلاي الباراسمباثيك بتاعها، الباراسمباثيك فيشيال نيرف، فيشيال نيرف كوردا تيمبانال الجانجلا الباراسمباثيك ريليتد بعملها سب مانديبولار جانجل. يبقى انا عندي اثنين جانجلا باراسمباثيك ذكرتهم النهارده في الجلان، الاوتيك مع الجلوسوفارينجيال مع الباروتيد، والسب مانديبولار مع الكوردا تيمبانال اوف ذا فيشيال. بس خلاص شكرا. هذا المفروض السندنج كولون. وين؟ هذا المفروض السندنج كولون. إلى وين؟ ما أدري صراحة. طيب وين الأبندكس ثاني شيء ماذا؟ ليش؟ أنا عندك الأول. أبندكس هذا. صغير هذا. قال أسكت بس أنت بس عارف ليش؟ وين؟ ما كم هاي فيها غلط. غلط؟ لازم نشوف الدكتور. جل وشة. ما علينا عشان اللي ناظرون بس ما وقفتها ما. طلعنا النخاع تنخج. أنت يا أخي تربو ناس تسمع عيب. استمك. شت. ايش تبي انت؟ احس طلع شيء من هنا. يا خلاص تقعدت امك. هي طلع شيء يا ابو تاكله. المهم استمك. انت ايش اثنين اوكي طيب. ايه هذا استمك. اوكي. ادي دون عشان اشوف لازم اقلب العينه. هذا استمك. بايلورس. هذا ادي دون. سي شيب تبدا من هنا. هذا هو الفيرست بارت. Vertical second part والثيرد بارت ورا هنا. اوكي. الفورث ما يشاف. هذا الفورث ما يشاف. ذا سيم عشان اشوف الديودنم اقلب. هذا الاند اوف ستومك بيلورس في المنطقة هذي. فيرست بارت ديودنم. سكند بارت فيرتيكال. ثيرد بارت والفورث بارت هنا. في البيرتونيال. طبعا هذا كله ريترو بيرتونيال الى هنا. اوكي. هذا كله في البيرتونيال. كوز اوف انتستنس طبعا اليوجوال الديوجينم في الابر ليفت كوادرنت هنا والليم تلقاه في المنطقه هذه رايت لوور كوادرنت عشان نشوف السيلياك هذا السيلياك هذا الابندكس اوكي هذا صغير المفروض هذا الابندكس ريفيو هذا الاسندين ترانسفيرس هذا رايت او هيباتيك فليكتشر ترانسفيرس سبلينيك او ليفت كوليك فليكتشر ديسندين منقطع بس انه هذا السيجمنت خلاص هذا اصلا قاضي فيه سيكم افندكس سيكم افندكس ايوه الظاهر يجيبونه اسندين سيكم افندكس اسندين كولون اوكي هيباتيك رايت كوليك فليكتشر ترانسفيرس ليفت كوليك ديسندين سيجمويد هذا في النهايه مشينا ركتم خلص هذا الشيء ركتم طيب وين التانج اللي كان هنا؟ ايوه هذا التانج هذا الانتيريو تو ثيرد هذا الفي لاين زين الصراحه هنا يصير منطقه الاوروفيرنجز هنا هذا اللارنجو فيرنجز طبعا هذه منطقه اللارنجز تريكيا اسوفاجس ثايرويد طبعا ما تفرق ولكن هذه منطقة اللارنجو فيرنكس
هذا هو لارينكس فيرينكس لارينجو فيرينكس. طبعا هنا يصير اللي هي الانفيرو كونستركتورز اوف فيرينكس الانفيرو فرينجال كونستركتور ماسلز هذول زين. عطنا حقه الفروس الجلاند سيم تانج. هذا التانج هنا الماث هذا النيزل كافيتي هذا بداية الفيرينكس بيز اوف ذا سكال نيزل فيرينكس الى هنا اورو فيرينكس لارينجو فيرينكس فيرتيبرال 6 اوكي 1 2 3 4 5 6 طيب كذا اقلب ايوه شوف هنا المفروض باروتيد جلاند هنا ولكن مشيوله هذا الرماي مقصوص اهم شيء تحت سب مانديبلر تحت المانديبل سب مانديبلر لنفس الناس سب مانديبلر سليفر جلاند اوكي سب لينجوال اظن ما بعرف طيب الليفر البوستيرير ولا شوي من الانفيرير هذا واللي كان الثاني احسن الليفر هذا بوزيشن هذا سبيريور سيرفيس انفيرير سيرفيس posterior surface هذا الانفيريور يسمى انفيريور سيرفيس اللي هو الفيسرال سيرفيس هذا الانتيريور طبعا مغطى بديفرام ودفرنت ستراكشرز رايت لوب ليفت لوب ديماركيتد باي فاست فورم ليجمنت ان ذس فورم انسيرت انتو ذا امبريكس هذا الفاست فورم ليجمنت فاست فورم فيشر هنا هذا ليجمنتم تيريز المفروض ليجمنتم فينوزم ولكن يبدو انه مشيول هذه superior layer of coronary تمشي بالشكل هذا هذا superior layer أو اللي هو left triangular ligament برضو مشيول عندي هنا البير area triangular بير area المنطقة هذه مثلثة المنطقة هذه اللوبز اللي عندي right و left خلصناهم عندي اثنين مهمات هذا quadrate lobe quadrate lobe demarcated between the gallbladder واللي هو الفاسيفور أو ligamentum teres أو اللي هو بس إنه هذه الكوادريت four boundaries من فوق اللي هو من تحت inferior surface أو من قدام لأنه بيجي بالشكل هذا بيطلع قدام the inferior border of the liver من فوق ومن وراء اللي هو لأنه يعتبر وراء الكوادريت فاللي وراء هذا porta hepaticus اللي هو hilum of the liver هذا الليفت لوب عندي غاستر كومبريشن كل منطقه هذه غاستر كومبريشن هنا اسفيجل امبريشن واخر شيء هنا اللي هو ديودينوم يغطي يدخل او اللي هو بايلوريك ديودينال جانكشن تغطي تغطي الفرس ولا الثيرد اهم شيء هنا تغطي في المنطقه هذه على الكوادريت لوب الفرس بورت مغطى بالكوادريت مغطى بالبايلوريك او ديدنو بايلور ديدنو جانكشن السكند بارت باي ترانسفيرس كولوم والاخير باي كوز اوف انتستنس باقي هنا بس اللي هو الرينال امبريشن رينو سوبر رينال وهنا رايت كوليك فليكتشر امبريشن فور رايت كوليك فليكتشر هنا في جول بلادر هذا جول بلادر فوندس بودي وهذه الدكت داخله على جوا ما تشاف بس هذا ستومك داخل في الكاستر كمبريشن سوري بس كذا هنا في بقيه ال خل الصور هذه بس كلها صور من هنا من كرياس يعني سبلين هذا ما شاء الله كبير مره كبير توفيق.